الهلالي فعاليات بطولة دبي الدولية لكرة السلة في اليوم الثاني. الخاسران يلتقيان الآن في مباراة مهمة جدا. المنتخب المصري يلتقي مع مايتي سبورت الفلبيني في واحدة من اللقاءات الجميلة والرائعة فعلا. نتمنى أن نشهد مباراة كبيرة جدا كما كانت المباراة السابقة بين الهومن توين وأيضا الرياضي في واحدة من روائع كرة السلة هنا في دبي في دارة الدنيا في دولة الإمارات. البطولة الخالدة حقيقة للعام 28 على التوالي ملامسة إلى خارج الملعب. عموما نذكر تشكيلة المنتخب المصري: أحمد هشام، عمرو الجندي، مصطفى رمضان، سيف سمير أو سيف الدين سمير، إبراهيم رجب، بسيوني، يوسف أبو شوشة، رامي مرسي، معتز عكاشة، كريم الدهشان، عمر عرابي، وحمد فتحي أبو الريش. اللاعب الأطول في هذه البطولة من 24 سنة مايتي سبورت، رافينال، دومينيك ماكغيور، جوس مانويل، جون أنتال، تيرون تانك، أيضا ماركوس دوتي، ويلي ميلر، ريان أرانا. شوف السرعة الآن، برافو أحمد هشام. إلى وين؟ إلى الجندي، إلى الجندي، ولكنه جندي معلوم وليس جندي مجهول. حلوة اللعبة، يا سلام المتابعة الرائعة، تسجل. برافو والله، برافو بطريقة إبراهيم رجب، برافو يا رجب، برافو يا رجب. شوف حطها بطريقة جميلة ودخول فني رائع من إبراهيم. برافو يا أبو خليل، تعود الكرة، واحدة من الثلاثيات. إذا مشت الثلاثيات راح يسبب الفريق الفلبيني صداع كبير جدا في جبين. هذه حقيقة، هذه حقيقة. مايتي سبورت اللي خسر أمام أيضا جمعية سلا ب 83 مقابل 75 في حين المنتخب المصري خسر أمام الرياضي ب 99 ل 72. مباراة مهمة جدا هنا طبعا مع المنتخب المصري الإسباني إخوان أورينجا، المدرب القدير حقيقة والذي قاد المنتخب المصري إلى البطولة العربية عندما فاز على المغرب. حلوة، أوه بداية رائعة وجميلة، برافو يا الجندي، عمرو الجندي. إذن أولى ثلاثيات أو خمسة لصفر، بداية رائعة، بداية رائعة للأبيض المصري، للمنتخب المصري. العود ونتابع هنا هاشم تابت، أيضا مانيكا اللاعب الطويل حقيقة من 18 سنتي تحت السلة، تسجل بطريقة جميلة. بدأ يتحرك الجمهور، بدأ يتحرك الجمهور، لأن الجمهور كله وجل الجمهور الموجود أيضا لمصلحة الفريق الفلبيني. أحمد هشام، إذا نتابع 5-2، مباراة مثيرة. الجانب الدفاعي في مخاشر في الكرة الماضية، برافو، لكن فيها خطأ فعلا، فيها خطأ فعلا. نذكر بأن المباراة تأتينا بثلاث صافرات، خطأ يبدو متعمد. مروان إيغو، رباح الجيم، وأيضا حمدي غميسو، والمراقب هذه المباراة محمد رشا، محمد رشا. هنا إبراهيم رجب أو إبراهيم بسيوني، ما تسجله، ما تسجله على مرتين أبدا من إبراهيم. 5-2، الحيازة أيضا لمصلحة المنتخب المصري، خطأ متعمد في الكرة الماضية. نعود إلى أحمد هشام، سريع شوي دفاعيا، إلى الآن نجاح كبير جدا، يا سلام على مرتين، برافو للجندي، برافو برافو برافو. عمرو الجندي رائع جدا، مر على اليمين، مر على الشمال، يعود يتابع هشيم، يسجل، يا سلام. حلوة المباراة خلاص، حلوة المباراة خلاص. إذن 8-4، بداية ولا أروع، بداية ولا أجمل. تابع عمر عرابي الآن موجود، عمر عرابي تحت السلة، المحاولة، خطأ موجود،
إذا نعود إبراهيم رجع حلوة، شوف السرعة، انطلاقة جميلة من النجم الكبير. براون إيجاستن، هذا براون ليه إيجاستن اللي قدم مباراة كبيرة جدا بالرغم من خسارة أمام جمعية سلة اللي سجل 25 نقطة بالأمس في مباراة كانت رائعة وجميلة. نعود ونتابع بطريقة جميلة جدا. أحمد هشام إلى إبراهيم رجع، حلوة ماتس. إذا 8-6 بداية عودة رائعة جدا لأيضا فريق الفلبيني لمايتي سبورت. شوف لعبة حلوة ثلاثية. لا 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 بيلقى، برافو يا بيلقى، برافو يا بيلقى، يا سلام، كرة رائعة جدا. بداية يتحرك بشكل ملفت للغاية، 9-8. شوف 7 نقاط مسجلة للفريق الفلبيني. أحمد هشام يعود تحت السلة، أبدا تلابس، يعاني المنتخب المصري في البداية، يعاني المنتخب المصري في البداية. الثمان أول 4 دقائق طبعا المدرب تشارلز تيو. شوف السرعه الان في الانتقال، كريستوفر تيو، حلوه راحت، الله الله على القتاليه. بتعود براونلي الى هاشم تابت، اخطاء في البدايه في المباراه. رايان أرانا إلى كريستوفر تيو، شوف الثلاثيات، قلت لك إذا اشتغلت الثلاثيات راح يسبب صداع كبير جدا. وفيها مشي، فيها ووك، فيها ووك. 9-8 المنتخب المصري الذي خسر أمام الرياضي في مباراة كانت مثيرة جدا، ولكن الرياضي للمباراة الثانية على التوالي هو من يتصدر، هو وسلة المغربي، مبارتين فوزين متتاليين. أكيد الفوز اليوم اللي سجله طبعا سلة المغربي بفرق السلة في خطأ. برافو سيف سمير أو سيف الدين سمير. إذن 2 free throw. إذن 9-9 مايتي سبورت، ممثل لسما، لشركة سما، وأيضا منتخب مصر لأند ون. نعود ونتابع، شوف مضغوط عليه المنتخب المصري، يغير من نهج والنسق الدفاعي، حلوة، برافو، حلوة، يا سلام. رافينا، شوف التمرير أسس على مستوى عالي جدا. 11-9 مباراة مثيرة للغاية إلى الآن. المنتخب المصري راح يعاني بهذه الطريقة، برافو، أبدا الملابسة والاستحواذ وكل لمايتي سبورت إلى الآن. عمر عرابي ما استلم بالطريقة المناسبة أبدا كرة أحمد هشام. المنتخب المصري بطل العرب 12 مرة وبطل أفريقيا 5 مرات. هنا ويلي ميلر، ويلي، هيا رافينا، لعبة الثلاثيات، يا ساتر، ما بشيء، تعود هو أبدا صاحب 25 نقطة في المباراة الماضية. لعيب براونلي، هذا براونلي، هذا برافو، والله برافو. 13-9 بدأ يسيطر على المباراة. نعود أحمد هشام، سمير، برافو يا سمير، برافو يا سمير، برافو يا سيف يا سمير.
عشر 12 للعودة. هنا تشارلز تيو المدرب الشاب فعلا أصغر المدربين على أرضية البطولة الجنوبية لكرة السلة. براون يعامل مباراة كبيرة بالأمس واليوم راح يمارس نفس الدور، لاعب مميز للغاية. نعود هنا إلى جون أنتال. جون أنتال شوف السرعة إلى بشوشة يوسف، اللمسة الأخيرة ولمصلحة مايتي سبور الفريق الفلبيني اللي طبعا يستطيع أن يشعل الصالة إذا ما بدأ ينتقل. لديه جمهور رائع حقيقة، جمهور الفلبيني العاشق تماما لكرة السلة كما هو الحال بالنسبة للأمريكان أيضا. اللعبة الأساسية واللعبة الأولى حلوة. أوه تحت السلة شوف التمريرة ما أحلاها. وهنا هاشم تبت، هنا هاشم تبت التنزاني مترين 18 سنتي، لاعب مميز للغاية مميز للغاية. نعود ونتابع رامي مرسي الآن إلى أحمد هشام، يعني تشكيلة كاملة من المنتخب المصري غير متواجدة من خلال أيضا عيال جنيدي شريف ورامي. مثلاً جديد شوف الكرة الماضية والمحاولة الأخيرة ورافينا، ورافينا المميز حقيقة رافينا كيفن، رافينا كيفن 15-12 إلى الآن الفريق الأزرق هو المسيطر. برافو يا السلام. عود المنتخب المصري أبو شوشة، سمير الدين ما تسجلت، تعود اللمسة الأخيرة. وين أيضا الملابسة الأخيرة من مين؟ من رامي مرسي، من رامي مرسي مرة كثيرة. أوه اللاعب الأطول في البطولة 22 سنتي حمد فتحي أبو الريش، كان لاعبا للهاندبول على فكرة، كان لاعبا للهاندبول، يحتاج لعمل كبير جدا للاعتماد عليه. ما تسجلت تحت السلة، تعود سريعة، يحتاج إلى عمل على مستوى السرعة أيضا لأنه بطيء للغاية عموما، ولكن راح يكون مكسب كبير، راح يكون مكسب كبير. مصطفى رمضان الآن إلى رامي مرسي، حلوة يا لعيب يا مصطفى، برافو للثلاثية الحلوة، أربع ثلاثيات للمنتخب المصري إلى الآن، حلوة حلوة حلوة. نعود تحت السلامات سجل، يعود رجب أو حمدي فتحي، شوف السرعة سرعة 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 لمعتز عكاشة، يا السلام على المتابعة، برافو والله برافو يا حمد. إذا بدأ يتقدم المنتخب المصري، بدأ يتقدم المنتخب المصري. تيلر ميلر خطأ على مستوى التمرير، آخر دقيقة 41 ثانية 17-15 مشاهدي الكرام، المنتخب المصري في شوط متقلب أو كوارتر متقلب على الآخر، مرة للمنتخب المصري ومرة لمايتي سبورت الفلبيني، والآن يعود المنتخب المصري ويسعد. بشوشة إلى معتز عكاش، حلوة شوف السرعة، شوف سرعة الانتقال، الله تمريرة ربنا ولا أروع، أسست ولا أروع، شوف شوف حطها بطريقة جميلة والتعادل 17-17. إثارة حاضرة على أرضية صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم هنا في اليوم الثاني لبطولة بي الدولية. حلوة يا سلام يا مصطفى، يسلم بطريقة جميلة، تسجل تسجل. هذا رامي، سلام يا رامي، سلام يا رامي. ويلي ميلر إلى ماركوس دوتي، تسعة عشر لسبعة عشر المنتخب المصري هو المتقدم مشاهدينا الكرام، ترى حاضرة تماما، من يستطيع أن يكسب هذه المباراة ويحقق فوز الأول
في اليوم الثاني لهذه يا سلام يا سلام يا سلام، هو 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 بطريقة جميلة فعلا من دومينيك ماكيور. 19-19 دخلنا في 25 ثانية الأخيرة. بوشوشة يوسف إلى رامي، حلوة حلوة. الله المتابعة ما مشيت معك يا حمد، لعب الأطول قوي جدا على مستوى الدفاع على مستوى المتابعات. أوفنس ديفنس حلوة. يا جون أنتل، أوه 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 أوه. جميلة وثلاثية رائعة ويتقدم فريق مايتي سبورت. الكوارتر الثاني مباراة مثيرة جدا إلى الآن. مايتي سبورت يتفوق بفارق 3 نقاط مع الكوارتر الأول. شوف الآن شوف الآن دومينيك ماكيور ضاغط. الله الدخول الفني حلوة. لا 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 رائعة. ماركوس دوتي، برافو ماركوس، برافو ماركوس تحت السلة، ولكن شوف تمريرة ما أحلاها. اسيست رائع جدا. يعود ماركوس دوتي ما تسجل. 24-19 مصطفى مميز على مستوى الثلاثيات. مصطفى رامي الكرة وين تعود؟ دخول حلو، دخول حلو ما تسجلت أبدا. شوف السرعة، الفارق كبير جدا على مستوى السرعة وعلى مستوى التمرير. يا الله ما بشك. ثلاثية كانت رائعة وجميلة من جون أنتل صاحب الثلاثية الماضية. برافو يا مصطفى، ما مشت معاك. الكرة وين؟ أيضا لمصلحة المنتخب المصري. 19 في تايم اوت، في تايم اوت لتشارل تيو. جمعية سلة المغربي ب 83 مقابل 75. المباراة كانت مثيرة للغاية في كل تفاصيلها فعلا.
المنتخب المصري خسر امام الرياضي في مباراه شرسه 99-72. عموما نعود لمصطفى. برافو الثلاثيه تسجل. يا سلام معتز عكاشه، برافو يا عكاشه، برافو يا عكاشه. هذه خامس ثلاثيه للمنتخب المصري. الاوت شوت رائع جدا، واحده من المهارات المهمه جدا في المنتخب المصري. رافينا مميز للغايه، يعود على التمرير. ما مشت. حاولت التمرير. 22 22. هنا المدرب اخوان اورينجا. حلوه، ما تسجلت. يعود، اذا يضبط الايقاع تماما في المنتخب المصري من خلال ايضا مشاركه معتز. خطر فعلا على ماركوس دوتي. المصري حمد فتحي اللاعب الاطول في هذه البطوله 24 سنتي. شوشه يا ابو شوشه، يا سلام، برافو والله، برافو. فعلا ثلاثيه جميله، بدا يتقدم المنتخب المصري. حلوه من يوسف ابو شوشه. بدا يعتمد على الاوت شوت الان، وينجح للمره السادسه مقابل ثلاثيتين فقط لمايتي سبورت الفلبيني. اداء سريع، مصطفى مميز، شوف مهاري، تعود الا في السله. يا سلام، قلت لك الاعتماد الان على الثلاثيات والاوت شوت ونجاح كبير جدا للمنتخب المصري. بدا يتقدم 28-24. شوف فيها ووك. على فكرة من 19-24 إلى 28-24 سجل 9 نقاط متتالية المنتخب المصري من خلال 3 ثلاثيات متتالية. تبد، هاشيم تبد اللاعب التنزاني 18 سنتي، لاعب مميز طويل جدا. نعود لشوشة أو أبو شوشة يوسف، إلى عكاشة، إلى معتز، برافو، قلت لك الاعتماد على الثلاثيات الان يعود وبسرعه كبيره جدا. هذا جاري، ديفيد جاري، الى رافينا، ثلاثيه ما تمشي. الاعتماد من الجانبين على الثلاثيات. حلوه، شوف، لا 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 لا، مو طبيعي المنتخب المصري، مو طبيعي. 4 ثلاثيات حتى اللحظه، ويتدخل الان تشارلز كيو يطلق المستقطع. نقطه متتاليه المنتخب المصري، 4 ثلاثيات. يتحرك بشكل رائع وجميل. ثلاث 4 ثلاثيات متتالية المنتخب المصري، من خسارة 19-24 إلى التقدم 31-24. هذا ما فعل المنتخب المصري في اللحظات الماضية فقط. عموما نعود لرافينا. رائع دفاعيا ينجح المنتخب المصري، أبدا ما تمشي. تنزاني
اللاعب التنزاني هاشم تابت. شوف هنا طبعا الاحتكاك الاخير تحت السله. خطا مصطفى. حلوه يا عكاشه يعاق يضغط على اللاعب مصطفى ويتحصل عكاشه ويتقدم بفارق كبير حقيقه 33 يعني تماما 14 نقطه مسجله للمنتخب المصري وتوقف كبير. حلوه ما تسجل يعود مصطفى. خد فيها خطا وخطا متعمد. رميتين واستحواذ. تينك الان الى داخل الملعب. جيرون تينك واضح من الكورتر الثاني. هنا اخوان اورينجا مباراة كبيرة حقيقة. مصطفى رمضان 33-24 وإذا ما سجل وأيضا الاستحواذ راح يكون والحيازة للمنتخب المصري. مصطفى الأولى يسجل برافو. إذا 34 النقطة رقم 35 35 تمشي ولا لا؟ تمشي. برافو يا مصطفى. تصور 16 نقطة إلى الآن مسجلة للمنتخب المصري وما زال يعني إيقاع مايتي سبورت الفلبيني واقف تماما. لذلك الجمهور لا يتحرك. حلوة. شوف مضغوط على رامي. على رامي 35-24 فارق 11 نقطة. فارق رائع وجميل. بدأ يفرض الأسلوب والشخصية منتخب المصري بطل بطولة العربية الأخيرة. تعرض لخسارة. الله برافو. ثالث ثلاثيات مشاهدينا الكرام. معتز عكاشة سجل. يا سلام سجلت ثلاثية رائعة جميلة. قلت لك هذا ديفيد جاري. برافو يا ديفيد. 38-27 مستمرين. حلوة هي تمشي تحت السلة إلى معتز. ماشية زي الحلاوة. أبدا مصطفى أبو شوشة يعود بيلقى. أبدا ما فيها شيء. برافو يا مصطفى. هدي على الآخر إلى عكاشة. معتز عكاشة عامل مباراة كبيرة حقيقة. 10 نقطة إلى الآن. شوف السرعة. دومينيك ماجيور. حلوة الثلاثية ما تمشي تحت السلة. المنتخب المصري خلاص مسيطر على الكوارتر الثاني بشكل رائع. 38-27 10 نقطة لمعتز عكاشة. إلى مصطفى 6 نقاط لمصطفى. برافو ما تسجل. تعود فيها خطأ على رامي مرسي. إلى الآن لم يستغل حمد فتحي. اللعب بطريقة الأوتشوت. 37-27 11 نقطة موجود. مايتي سبورت اللي قدم كوارتر أول رائع جدا وتفوق 22-19 يعود الآن ويخسر بفارق 11 نقطة. النقطة رقم 19 كانت يعني من النقاط النحسة تماما لهذا الفريق. نعود يا سلام إلى جيرون تينك. برافو ما تسجلت. يعود حمد
كاش عامل مباراة كبيرة على مستوى الجري، على مستوى التمويل، على مستوى التسجيل، على مستوى الثلاثيات، عامل مباراة كبيرة فعلا. برافو برافو، يا سلام إلى عمرو الجندي. عمرو الجندي مضغوط عليه، لاعب مميز، يا الله برافو. تنزاني هاشم ثابت، شوف السرعة، لا شوف السرعة، حاول يمرره لكن مصر. يبدو لي في خطأ، يبدو لي في خطأ، شوف خطأ. ولا محمد فتحي، يعني التمريرة ما كانت صحيحة ولكن يبدو في مناوشات على أرضية الملعب، في مناوشات على أرضية الملعب. محمد فتحي حصل شيء ولكن مو واضح إلى الآن، متبقي من عمر الكوارتر الثاني. أورينجا المدرب الإسباني، كان لاعبا في الريال وونيكا خام مالاغا، وتدرب المنتخب الإسباني أيضا من 2012 إلى 2014. هذا حمد فتحي، حصل شيء على أرضية الملعب ولكن الحكام إلى الآن، هناك اجتماع للحكام والجمهور الموجود على أرضية الملعب مشاهدينا الكرام، العاشق تماما لفنون مايتي سبورت، الجمهور الفلبيني. ماذا يحدث في هذه المباراة؟ الجمهور المصري هنا، إذا تكنيكال فول على الكوتش أيضا تشارلز تيو، وهناك أخطاء، يبدو لي دبل فول. 38-27 راح نشوف، راح نشوف. جمهور فلبيني إلى لا غير سعيد أبدا بالعرض. المصري ممثل ايضا كرة السلة العربية الافريقية. عكاشة، عكاشة المميز للغاية، 12 نقطة لعكاشة الأولى تسجل، 12 نقطة لعكاشة. نعود لعكاشة، معتز عكاشة المميز للغاية، شوف هي رامي، رامي مرسي، يا سلام يا سلام يا سلام. إلى الآن 10 ثلاثيات للمنتخب المصري، رقم كبير جدا في هذا التوقيت، كبير جدا هذا الرقم. حلوة، يا سلام، بطريقة رائعة من جيرون تينك. برافو يا تينك، شوف حطها بطريقة جميلة. نعود ونتابع، 42-29
فالفارق يلعب في المباراة لمصلحة المنتخب المصري 15 نقطة لمصلحة المنتخب المصري. 3 دقائق و13 ثانية نعود ونتابع. حلوة ماركوس أو ماجيور، برافو، ثلاثية. أوه كريستوفر تيو، رائع هذا الأداء، رابع ثلاثيات مايتي سبورت. يتدخل مباشرة الإسباني إخوان أورينغا، مباشرة يتدخل. Okay. After the screen, open. Maybe you can shoot if you're alone. If not, disadvantage, pass the ball. Remember, we can pass here and here. With many different here. Understand? Good job. Move بسرعة جدا، عايز هم ضاغطين. من 40 31 مشاهدينا الكرام مستمرين في هذه المباراة. هدف منفرد للمنتخب المصري، قاعد يقدم مباراة كبيرة جدا على مستوى الثلاثيات أو شوت رائع، ونجح 10 مرات فقط في تقريبا 17 دقيقة. نعود عبر الجندي، برافو، هذه إبراهيم الجمال ما مشت معاك، يا سلام عمر عرابي تحت السلة، رائع رائع، برافو. يعني بنية جسمانية قوية جدا، لعب مميز. تيو الان جون تيو، هذا كريستوفر تيو اليوم غايب تماما، المميز براونلي. حلوة ما تسجل، يعود ولمصلحة المنتخب المصري. سريع جدا، رائع اليوم ابراهيم الجمال. رامي ابراهيم، شوف اخذ فيها خطا على صاحب 25 نقطة في مباراة الامس براونلي. 43 31، شوف عمرو الجندي كرة وين؟ ابدا، يا سلام تابع الكرة بطريقة جميلة، تعود حلوة يا عمرو، الله سجل سجل سجل. شوف روعة هذا الأداء، شوف انقطعت الكرة، خذ الكرة، سلم الكرة وسجل. 40 31 السلة ثلاثيات، هو خطير ما تسجل، خطير للغاية. عمرو أو عمر، عمر عرابي هدي على الآخر، دقيقة وخمسة وعشرين ثانية، يهدي إبراهيم الجمال. ثلاثيات الأوت شوت روعة، يا الله حاول يمرر، خطأ، يعتذر عن الخطأ. دقيقة 13 ثانية ويتدخل المدرب إخوان أورينغا. Just a decoy. Okay, Justin's open. Next, Marcus for Dom. Pearl. If he's not open, we go to Marcus in the post.
41-31 والأمور يسير بمصر كما يريد. مشاهدين الكرام بطريقة أكثر من رائعة حقيقة، طريقة أكثر من رائعة. عموما سيعتمد على الثلاثيات، رافينا مميز، رافينا هي ما تسجلت. يعود المنتخب المصري للجندي إلى الجمال، إلى إبراهيم الجمال. 45-31 في خطأ فعلا على عمر عرابي، على عمر عرابي. شوف الدفع في الكرة، فيها دفع بين عمر عرابي. الحكم كان صحي تماما. الكرة الماضية نعود إلى دومينيك ماجيور. ماجيور اليوم بعيد تماما. براونلي بعيد عن المستوى، براونلي بعيد عن المستوى. اللاعب رقم 32، 35 ثانية متبقية. الشوط الأول ممكن يسجل الآن، ممكن يسجل. دهشان الآن إلى الجندي. حلوة حلوة. اختبار الأول لإخوان أورينجا، الفوز بالبطولة العربية بعد ما الله يا سلام. لقطة جميلة. 12 ثانية متبقية. شوف الآن أداء مميز جدا للمنتخب المصري. الجمال يحاول بعيدة. إذا ينتهي حوار الشوط الأول مشاهدينا الكرام بفترتين بتقدم المنتخب المصري ب 45-33 في أداء رائع وجميل فعلا. إذا لنا عودة مشاهدينا الكرام لقراءة أحداث المباراة في الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي جعفر فردة. الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للسيدات، تتابعون كولينيانو مع مودينا الأربعاء 11:30 مساء حصريا على البين الرياضية. ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للسيدات، تتابعون إيزيريل باكو مع فنرباخشي الخميس 6 مساء حصريا على البين الرياضية. ذا فيكتوريوس في موسمه الثالث. مرحبا الساعة، بعد موسمين من نجاح سلبي وصلنا لمليون مشاهد على موقعنا الرسمي. دخلنا بيوتكم وعشنا سوالفكم. سهل السعود يا ولد. صدق سيلفي ثلاثة بيوصلنا برشلونة ببلاش؟ لا مدريد بعد. لا برشلونة مدريد. أقول أنا من عشاق برنامج سيلفي ومن هل اللي على الموسم الثالث خير. أنا هدف مليون سيلفي. سيلفي في موسمه الثالث على البين الرياضية. الأبطال ليسوا أولاد الصدفة، هم خلاصة التطور الذي يحدث بمرور الزمن، هم شرارة الشغف الذي لا ينضب، صهرتهم الشجاعة والعزيمة. جبلهم التفاني والانضباط، صنعتهم الإرادة التي تغالب المستحيل، حفزهم الشوق إلى التميز، صقلتهم أعوام من الجد والاجتهاد، عززت صلابتهم التحديات، كونتهم تجارب الحياة، قستهم النكسات والمشقات. الأبطال الأبطال هم الذين يحفرون بصمتهم في ملاعب الكبار. بطولات سوق دبي الحرة للتنس
من 19 من فبراير إلى 4 من مارس على دبي الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم، عودوا مشاهدينا الكرام لقراءة أحداث هذه المباراة في شوطها الثاني. الإثارة حاضرة والمنتخب المصري يقدم واحدة من أروع مبارياته بعد الخسارة أمام الرياضي وبفارق كبير. اللمسة الأخيرة والاستحواذ، رافينا ما كان في المود أبدا، وعلى فكرة اليوم مايتي سبورت مش في المود أبدا أبدا. إذن بداية جميلة جدا، مباراة مثيرة مشاهدينا الكرام. المنتخب المصري الذي سجل في الكوارتر الأول 19 ثم 26 في حين مايتي سبورت 22 ثم 11، نجاح كبير جدا للمنتخب المصري. تحت السلة تسجل ولا لا؟ أبدا بعيدة أبدا بعيدة. هذه الكرة الأخيرة، شوف المتابعة، ولكن عمل بلوك شوت حلو، عمل بلوك شوت حلو دفاعيا. أوه الحالات الدفاعية، المنتخب المصري قوي جدا على مستوى النواحي الدفاعية، ولكن اليوم قدم مباراة كبيرة ورائعة في الثلاثيات. روعة روعة روعة، هذا دوبل غيور، ماكي غيور. إذن الكرة الخامسة على فكرة، الخامسة، خمس ثلاثيات مايتي سبورت الفلبيني. بدأ يتحرك الجمهور، حلوة أبو شوشة، يتحرك يتحرك أبو شوشة. ولكن المباراة اليوم نجم المباراة عكاشة، نجم المباراة عكاشة، تعود لمصلحة المنتخب، لا والله لمصلحة الفلبيني، مايتي سبورت الفلبيني. إذا ما تحرك براون، براون لي، إذا ما تحرك راح يسبب صداع كبير. حلوة، برافو، يا سلام، حاول يبرر. اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة. شوف ينتهي أو تنتهي ال 24 ثانية الممنوح للمنتخب أو لي مايتي سبورت فلبيني. جمهور كبير جدا حاضر، والمباراة الماضية كانت مثيرة للغاية. هومنت منت لعب مباراة كبيرة جدا، ولكن الرياضي يبقى واحد من أشرس الفرق، فاز 89 ل 75 اليوم، سل المغربي 84 ل 83 أمام أيضا بول أبوف. حلوة ما مشى، يعود، شوف بيلقى الآن إلى ماكي غيور، ما تسجلت. شوف المنتخب المصري، المنتخب المصري القدعان الحلوين، احمد هشام يعود. تشكيله جديده، هذه التشكيله طبعا اللي قدمت بطوله رائعه جدا، البطوله العربيه والفوز للمره الثانيه عشر 12 مره المنتخب المصري بطلا للعرب.
يهدي عمرو الجندي الى سيف الدين سمير. شوف احمد هشام هذه على الاخر يمرر. حلوه حلوه سيف الدين ما تسجل. حاول فيها سيف الدين او عرابي ما تسجلت. عمر عرابي 45-36 45-36 في هذا الكوارتر ما سجل الى الان المنتخب المصري. فقط ثلاثية ناجحة لمايتي سبورت الفلبيني. نعود هذا براون هذا لعيب 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 بلامس 25 نقطة بلامس أمام سنة المغربي 25 نقطة. اليوم يسجل الآن 8 نقاط وقلت لك خطأ. هذا دومينيك ماجيور قلت لك إذا تألق براون لي راح يسبب صداع للمصريين حقيقة. المصريين أحمد هشام المنتخب المصري بطل أفريقيا 5 مرات ولكن كلها في البدايات. نعم قبل تقريبا 3 سنوات أو سنتين البطولة قبل الماضية وصل إلى المباراة النهائية. 48-38 هنا طبعا الحوار الإسباني إخوان أورينغا كان لاعب مميز على فكرة تاريخه يلعب للريال وأوريكا خاملقا أكيد مدرب المنتخب الإسباني. الجندي سجل عمرو الجندي عمرو الجندي سجل عمرو يسجل ما عنده مشكلة خلى للصبح ممكن يسجل. برافو يا عمرو 10 نقاط لعمرو. نعود لبراونلي مميز مميز. شوف مضغوط عليه الكرة راحت منك أي لمسة خلاص زون. 47-38 يضيق الفارق كم تماما. على فكرة أفضل فارق عمل المنتخب المصري 15 نقطة حلوة ما تسجل. برافو عرابي راحت عليك يا سلام بيلقى هي رفينا يا لعيب قصير القامة ارتقاء عالي سجل بطريقة جميلة سجل بطريقة جميلة. شوف السرعة يا سلام من بلقى إلى رفينا تدخل إخوان أورينغا يعني فعلا الكوارتر الثالث رائع جدا مايتي سبورت رائع جدا مايتي سبورت. سجل 7 نقاط مقابل نقطتين فقط للمنتخب المصري نقطتين فقط للمنتخب المصري. يبدو لي عودة معتز عكاشة مطلوب. If you have the ball here, in this side, left, here. Then, see if you are here, okay? Dominic here, Gendi and Shusha, okay? And then, Khan, here, and the ball. مشاهدينا الكرام يحتاج المنتخب المصري لمضاعفة الجهد. مشاهدينا الكرام لمضاعفة الجهد قدم في الكوارتر الثاني كان رائع جدا سجل 26 نقطة. هنا طبعا العلم المصري وضيوف هذه البطولة بالفي اي بي. نعود لأحمد هشام نعود لأحمد هشام. المنتخب المصري يريد مسح الخسارة الأولى أمام الرياض اللبناني مباراة كبيرة واحد من أشرس الفرق الرياضي من الفرق المتعود تماما على الذهب. يا سلام
سجلت. الله يا عمرو يا جندي، الله يا الجندي، رائع جدا. شوف الدخول ما أحلاه، شوف الدخول والإصرار والمهارة العالية والتسجيل باليد الشمال. أربعين لأربعين، خمسين، برافو. منتج جدا عمرو الجندي، منتج فعلا على مستوى التمويل، وينقال على مستوى عالي جدا، صانع لعب مميز، قائد. في خطأ على عمرو الجندي، على عمرو الجندي، 11 نقطة لعمرو الجندي. الخطأ الأول. نعود عموما إلى دومينيك باكيور. هذا بيلقى، 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 يا سلام، حلوة حلوة حلوة. جانب دفاعي رائع جدا لعمر، عمر عرابي. كرة لمصلحة مين؟ فعلا لمصلحة المنتخب المصري. كرة جميلة، شوف الحالة الدفاعية ما أرقاها، لوك شوت حلو، وهنا الحفاظ على الكرة من عمر أو من سيف الدين. سيف الدين، هذا سيف الدين سميع. نعود لعكاشة، هذا اللي راح يعمل الفارق، هذا اللي راح يعمل الفارق. هو عمل مباراة كبيرة. الشوط الثاني كان مثير للغاية، برافو. متابعة ثلاثية، أبو شوشة ما مشت. يعود مايتي سبورت الفلبيني إلى الآن. براون لي ما صح ماجيور بيلقى، هي ما تسجلت. ثلاثيات أبو شوشة إلى معتز، راح يكون أنت البديل. اللعب رقم 7 جون انتل راح يكون بديل مناسب تماما لتقوية أيضا الجانب الهجومي للفريق. حلوة حلوة حلوة، وين الكرة لمصلحة المنتخب المصري؟ يوسف أبو شوشة، برافو، ما تسجلت. لمصلحة مين؟ ما زالت المنتخب المصري. الحيازة للمنتخب المصري، الحيازة للمنتخب المصري. هذه الكرة جميلة، لقطة جميلة. 50 لـ40، 50 لـ40، 7 نقاط مسجلة. مشاهدينا الكرام، لي مايتي سبورت الفلبيني مقابل 5 نقاط فقط. حلوة، يعود، راح نشوف الآن. ماجيور، هذا ماجيور. انتل على فكرة مميز على مستوى الثلاثيات، ولكن مضغوط. حلوة، ياخذ فيها خطأ، الخطأ علي يوسف أبو شوشة، على يوسف أبو شوشة. لعب التغييرات، مصطفى، إبراهيم الكمال. شوف الدخول، الخطأ فعلا على يوسف أبو شوشة. 50 لـ40، فرق 10 نقاط قلنا. هنا طبعا المدرب تشارلز تيو. حلوة حلوة حلوة، ما تسجلت. يعود المنتخب المصري أقوى دفاعيا، أقوى دفاعيا. معتز عكاشة، لعيب يا ابن اللعيب، يا ابن اللعيب، فعلا رائع وجميل. 14 نقطة، برافو يا معتز، برافو يا معتز. شوف قلت لك، هو معتز المميز، هو معتز اللي ما يهتز أبدا. برافو والله برافو. معتز عكاشة 14 نقطة، تصدر قائمة الهدافين، برافو. إلى مصطفى، وين الجمال؟ في منتهى الجمال المنتخب المصري إلى الآن. ثلاثية، يا ساتر يا ساتر، لا 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 لا، مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي. يا الله يا معتز، يا الله يا معتز، يا الله يا معتز، يا الله. 55 لـ40، يعود لممارسة هوايته المنتخب المصري. دفاعيا قوي جدا، واللاعب رقم 11 ماركوس دوتي خارج الخدمة تماما. لاعب طويل للغاية ولكنه خارج الخدمة. مصطفى، برافو يا رمضان، برافو يا رمضان، يا السلام. مصطفى رمضان والثلاثيات
واحدة من الاستراتيجيات القوية جدا للتغلب أيضا على قوة الدفاعات القادمة للمباريات القادمة. منتخب المصري ينجح بشكل ملفت للغاية. مثيرة للغاية. وهنا طبعا نقل عبر التليفون، نقل عبر التليفون، التقنيات الحديثة الآن. غدا إن شاء الله المباراة الأولى في تمام الخامسة، بول أبوف مع هومنتمن اللبناني والرياضي مع سلة المغربي على مستوى طبعا صدارة البطولة. صدارة البطولة غدا، من يستطيع أن يكسب حوار القمة بين سلة المغربي والرياضي اللبناني؟ مباراة مثيرة وجميلة وحلوة. وهنا مصطفى رمضان لاعب مميز على فكرة. مصطفى رمضان 9 نقاط لمصطفى على قلة مشاركته طبعا في المباريات، ولكن يسجل بطريقة جميلة. نعود ونتابع جيرون تينغ. هذا تينغ أخذ خطأ، الخطأ على إبراهيم الجمال، أولى أخطاء الجمال. شوف لعبة تينغ. تيو الآن اللاعب رقم 17. نعود إلى هاشم تبت. حلوة يا تينغ، يا عمل فيها موف حلو. شوف المهارة، شوف المهارة. لاعب قصير القامة ولكنه مميز للغاية، مميز. نعود خطأ ولكن أبدا معتز لعيب. برافو، هي رمضان تحت السلة. تعود سرعة الفريق الفلبيني، لا سرعة الفريق الفلبيني. محاولة التمرير أبدا عدد. قطعها الجمال، برافو معتز، سريعة. رمضان هل هلالك، ولكن رامي مرسي. يا سلام يا رامي. 60 لـ42 ويسيطر على المباراة بشكل رائع المنتخب المصري بفضل قوة الجانب الدفاعي. نسق دفاعي قوي جدا وراح يكون مؤثر للغاية على مستوى قادم جولات البطولة. واللمسة الأخيرة أبدا، التمرير خطأ. دقيقة و22 ثانية والبديل ويلي ميلر. يحتاج على فكرة المنتخب المصري إلى دعم الجمهور المصري المتواجد هنا في دولة الإمارات، والدليل بأن هذا الجمهور اللي قدم واحدة من اللوحات الرائعة والجميلة بين الأهلي والزمالك هناك في استاد محمد بن زايد عندما فاز الزمالك في السوبر المصري بطريقة جميلة. كان الحضور الجماهيري مشرف للغاية ورائع للغاية. عموما نحتاج أن يتواجد الجمهور المصري صاحب الأفيهات وصاحب أيضا. حلوة تسجل، ماجيور. حلوة. سادس ثلاثيات ميتي سبورت الفلبيني. 60 لـ45، فرق 15 نقطة. رمضان، حلوة يا رمضان. محاولة التمرير أبدا ما كانت الكورة. مصطفى رمضان ستين لخمسة واربعين، 31 ثانية، أداء مميز للغاية إلى الآن. 15 نقطة مسجلة للمنتخب المصري مقابل 12 نقطة لمايتي سبورت من خلال الكوارتر. نسق الدفاع قوي جدا. شوف يرتكب أخطاء، يا الله. حلوة ميلر ما تسجلت. يعود تبت، هذا التنزاني سجلها.
احلوان احلوان. برافو والله برافو. يا سلام يا جبت في خطأ. فيها فري ثرو. إلى 47. تبقى سبع ثور. يستطيع المنتخب المصري أن يسجل سبع ثور. إما ثلاثية وإما ثنائية. 13 نقطة. يسجل ولا لا هشيم تبت. هذا لاعب متر 18 سنتي لاعب تنزاني سجلها. برافو برافو. سبع ثواني سبع ثواني الى معتز عكاشة يحاول فيها خطا فعلا. ثلاث ثواني. شوف هاي لعبه ميلر. برافو يا ميلر. يعرف تماما. عموما ثلاث ثواني متبقيه الى معتز. معتز كيف سيتصرف المنتخب المصري في الثلاث ثوار؟ رمضان رابيو مصطفى راحت عليك راحت عليك. اذا ينتهي حوار الكوارتر الثالث مشاهدي الكرام 15 نقطه مسجله للمنتخب المصري في هذا الكوارتر مقابل ايضا 15 نقطه مسجله مشاهدينا الكرام ل مايتي سبورت. الربع الاخير مشاهدينا الكرام كل ما تبقى من عمر هذه المباراه. المنتخب المصري امام تحدي كبير جدا. شوف الكوارتر الاخير تعادل 15 15. شوف المنتخب المصري 19 26 15. مايتي سبورت 22 11 15. ما يميز المنتخب المصري فعلا وجود في هذه المباراه على وجه التحديد معتز عكاشه. اوه ضغط من البدايه ولكن الحالة الدفاعية أكثر من راقية. ميلر براولي ما مشات تعود. برافو برافو عملها بطريقة جميلة حلوة. كريستوفر تيو يا الله على المهارة الفردية. شوف نطف الجمهور حرك الجمهور. سجل ولا لا؟ راح يسجل. لا تخاف الا من قصار القام مثل الفري ثرو. 50 راح تكون 51 عفاريت. سجل سجل يسجل. يعود الفارق لتسع نقاط. يعود الفارق لتسع نقاط من 17 نقطة. أفضل ما عمله فعلا. بداية حركة الجمهور. معتز عامل مباراة كبيرة. برافو معتز 17 نقطة للمعتز. شوف مضغوط عليه الآن لصق الدفاعي مهم يا لعيب. لا 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 ولكن صافرة سابقة. سجلت ولا لا؟ راح نشوف راح نشوف. سجلت سجلت. شوف قلت لك واحدة من أجمل مبارياته معتز عكاشة. إلى الآن لم يوضح حمد فتحي بطريقة سليمة. سجل معتز 62 على 63 63 63. عموما
الآن فرصة كبيرة جدا لمايتي. هنا ميلر، هنا ميلر إلى التنزاني تابت، هذا ما له حل، ما له حل، ما له حل. أوه لعيب 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 لعيب، يعني في مباراة سلة المغرب يسجل 25 نقطة، اليوم لا لسه بدري، لسه بدري، ما صح صح أبدا. نعود ونتابع، 11 نقطة تحت السلة، فيها بلوك شوت ولكن يسافر يسافر. هذه الكرة الأخيرة، دخول الجمال، الجمال سجل ولا لا؟ ما سجل. هل يسجل ولا لا؟ الجمال سجل، سجل. عموما الى الان سيطرة كاملة للمنتخب المصري، سيطرة كاملة والفارق 10 نقاط. ونعود ونتابع الى ميلر، الى ويلي ميلر، تابت، براون لي، هذا لاعب، شوف الان ثلاثيات، سلاح الثلاثيات واحد من الاسلحه المهمه جدا. تعود الى الجمال، معتز عامل مباراه كبيره على مستوى التسجيل، على مستوى التمويل، على مستوى القياده، على مستوى ايضا الخطا. فعلا الخطا على رابينا المره هذه، على رابينا، 64-54 الخطا على هاشيم. تابت اللاعب التنزاني متر 18 سنتي، فريق يمتلك طاقات كبيرة جدا مايتي سبورت، ولكن إلى الآن لم ينسجم. معتز يعود، برافو، مضغوط عليه، ولكن عامل مباراة فعلا حلو، عامل مباراة كبيرة. رافينا، الخطأ الثاني على رافينا، الخطأ الثاني على رافينا، يعني الخطأين في أقل من 10 ثواني. سجل ولا لا؟ معتز تسجل، مميز، معتز مميز للغاية، 21 نقطة، 22 حساب الشخصي لمعتز عكاشة، 22 نقطة هداف لهذه المباراة على فكرة، ولم يرتكب أي خطأ. ويلي ميلر حلوة، رافينا ما تمشي، لعيب براونلي، لعيب لعيب لعيب، فعلا لعب على مستوى عالي جدا، 66-56 يعني فارق العشر نقاط. دخلنا في آخر 8 دقائق، آخر 8 دقائق، مباراة غاية في الإثارة لمعتز. رامي مرسي إلى الجمال، شوف ميلر، رافينا راح يعمل حركة، لعيب لعيب، خلفية، يا سلام يا سلام، بدأ يحرك الصالة، لا بدأ يحرك الصالة. فارق وصل مشاهدينا الكرام إلى 8 نقاط. رامي مرسي إلى مصطفى، تسليم لا يستغل ابدا، حمد، حمد فتحي لا يستغل، برافو، شوف براونلي، براونلي لعيب، هي بداية عودة لمايتي سبورت. هل يتدخل ويطلب وقت مستقطع اخوان اورينجا؟ اخوان اورينجا المدرب الاسباني، فارق 6 نقاط. نعود نتابع
رامي مرسي وين بيخطأ. سجل أربع كلاتية لديه 22 عامل مباراة كبيرة ونجم الأوحد لهذه المباراة مع كامل الاحترام لكل الموجودين على أرضية الملعب. 67 راح يسجل أيضا 68 ويصل لرصيده الشخصي 24 نقطة. يسجل ما عنده مشكلة للصبح ممكن يسجل. نعود لي براونلي جيرونتينغ ما زالت بيلغا يا لعيب اوه الكره الاخيره عرابي وين برافو ردينا تسجل. حلوه المباراه حلوت حلوت المباراه. يا سلام نعود لمعتز برافو يا معتز. خطأ فعلا مشى فيها مشدد في أرضية الملعب وغير رابينا وعكاشة معتز 68-62 مشاهدينا الكرام بعد المباراة متواصلين. رابينا مميز اليوم شوف حاول يمرر الله ما في شيء الكرة يا السلام يا معتز أيضاً معتز عكاشة يسجل ما عنده مشكلة خلى للصبح ممكن يسجل. 69-62 فرق 7 نقاط وراح يكونوا 8 نقاط في وجود عكاشة. 6 دقائق عمر المتبقي من عمر المباراة لسه المباراة ونتيجة المباراة على أرضية الملعب على فكرة. 6 دقائق بدأ الجمهور يهتف يسجل برافو رائع جدا. 26 نقطة لمعتز عكاشة. عموما نروح لرافينا صانع لعب أبو صانع ألعاب وأحلام أيضا. شوف إلى براونلي مميز لعيب وإن كان غايب في مباراة اليوم لكن عندما يظهر هو من يستطيع أن يعمل الفارق لفريق مايتي سبورت. مباراة حلوة. عمرو الجندي تاج شوف حلوة تمشي ما تمشي تعود أيضا إلى عكاشة يا ساتر فيها خطأ وثلاث رميات من التنزاني هاشم تبت ثلاث رميات فري ثرو لعمر الجندي راح يستفيد المنتخب المصري. خسارة مايتي سبورت الفلبيني مشاهدي الكرام أمام جمعية سلا
83-75 يسجل. ما عنده مشكلة أبدا، ما عنده مشكلة في تسجيل فري ثرو. في حين المنتخب المصري خسر أمام الرياضي 99-72، غدا مباراة صدارة هذه البطولة في اليوم الثالث. إلى سلة المغربي والرياضي اللبناني في تمام السابعة، انتظروها مباراة راح تكون مثيرة للغاية. نعود ونتابع عموما 72-64 فرق ثمان نقاط. هذا براونلي، شوف مميز يا لعيب، خد فيها خطأ، خد فيها خطأ ورميتين ورميتين عمرو الجندي، ثالث أخطاء لا المرة هذه على عمر عراب، على عمر عراب. مسح الأرضية مهم جدا، سلامة اللاعبين من الأولويات فعلا. براونلي، براونلي جاستن دونتا يسجل. براونلي، براونلي 13 نقطة. برافو برافو. 66-72 فارق ست نقاط. الآن اللحظات الحرجة في هذه المباراة مشاهدينا الكرام. مركز عكاشة يسلم إلى رامي تحت السلة، عرابي برافو. يا سلام على اللفة الحلوة، يا سلام على المهارة تحت السلة. بنيان قوي جدا لعمر عرابي. إلى مكيور، سجل ولا لا؟ ثلاثية، أوه بلقى، برافو يا بلقى، برافو يا بلقى. أداء مميز للغاية، ثمن ثلاثيات لمصلحة مايكيسبور. ثمن ثلاثيات، 12 ثلاثية للمنتخب المصري اللي تخلى تماما عن هذا السلاح، يعود للعب من الداخل. حلوة حلوة، وين الكرة؟ ما زالت الحيازة للمنتخب المصري. عمر عرابي يتعرض لطبع رقابة لصيقة الثنائي الجميل أيضا دومينيك جانيجيور ماجيور. هذه مهمة، هذه الكرة مهمة أن يسجلها المنتخب المصري، وإلا ستشتعل الصالة بعد قليل. 4 دقائق و5 ثواني، عمر طويل، عمر طويل. شوف إلى الجندي، راحت عليك لمصلحة مايتي سبورت. 74-68 بدأ الجمهور يتحرك، فارق الست نقاط قابل لإنزال الفارق. مايتي سبورت خصوصا مع براون، براون لي المميز. بلقى بلقى، شوف حاول فيها، راحت عليك، تسرع بلقى، برافو. يا سلام، ما تسجلت. يعود بلقى الآن إلى ماجيور، ضيق الفارق. حلوة، ما تسجلت. لعب بطريقة فردية غريبة شوي، مايتي سبورت يلعب بطريقة فردية في اللحظات اللي يحتاج إلى التسجيل. عكاشة 26 نقطة، النجم الرائع فعلا على كل المستويات هذه المباراة، واحدة من أجمل المباريات حقيقة. شوف هو معتز، ما مشهد عود اللمسة، وين الكرة لمصلحة مايت. أوه الخطأ الأخير، هذا الخطأ الأخير على كريم الدهشان. حلوة، ليه ما تسجلت؟ تحت السلة مشكلة لماركوس لوتي، تسجل، حاول سجل. راح نشوف الخطأ، سجل ولا لا؟ سجلت، ورمية ورمية.
فارق له 8 نقاط. هذه الكرة الأخيرة، برافو على الحماس الكبير جدا أيضا عمرو الجندي. هو البطل فعلا، بطل لقطة الماضية. كيف تايم اوت سجل. برافو عمرو الجندي. الفرق 9 نقاط وأفضلية المنتخب المصري. صاحب الخبرة الميدانية الكبيرة، بطل أفريقيا 5 مرات، بطل العرب 12 مرة. حلوة دخول أبدا، أخطاء ساذجة. مميز للغاية المنتخب المصري على مستوى الدفاع. يا سلام براونلي، لعيب 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 لاعب مميز. دقيقتين و 18 ثانية و 77 ل 70، فرق 7 نقاط. هنا طبعا الدهشان، كريم الدهشان إلى يوسف أبو شوشة. دهشان عمرو الجندي، حلوة تسجل ولا لا؟ رائع يا يوسف، رائع يا يوسف. ثاني ثلاثيات يوسف أبو شوشة، حلوة فعلا عملها بطريقة جميلة. يا السلام، يرد عليه يرد عليه يرد عليه يرد عليه براونلي، رائع جدا. 9 ثلاثيات لمايتي سبورت الفلبيني. دقيقة و40 ثانية مثيرة للمباراة، ما زالت على أرضية الملعب. 80-73، الفرق 7 نقاط. ينجح ولا لا؟ برافو. ابدا فيها شيء. ضاغط تعود. يا سلام، نجح دفاعيا مايتي سبورت. الى ماكي جيور، ماكي جيور 73 دقيقه 20 ثانيه. البديل ديفيد غاري، ديفيد غاري راح يكون بديلا لماركوس غوتي. 73، شوف ملك الإثارة. لعيب 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 لعيب. يا سلام براونلي، 21 نقطة لبراونلي. إلى يوسف أبو شوش. الآن الفرق 5 نقاط، مباراة مثيرة للغاية، دهشان. راح نشوف ماذا سيقدم. حلوة، عرابي إلى الجندي، 55 ثانية، يحاول، برافو. وين تعود؟ فيها خطأ. الكرة لمصلحة الفلبيني، مايتي سبورت. إذا سجل الآن الفلبيني راح يولع الصعب.
راح يولع الصالة فعلا. Thank you.